بقى يرضيك كده يا رب، يرضيك اللي عمالين يعملوه فيا كده بابا واخويا. ده ايه الغرب ده يا ربي؟ بقى اليوم اللي هقابل فيه سيادة الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ويكرمني بنفسه، ما بيت هنا ليلتها في الحجز منك لله. ولا بلاش بلاش يا فاطين، عيب، ربنا يسامحهم ويهديهم. اسمع بس، اسمع، خد مني بس انت السيجاره دي وروق. لو سمحت حضرتك انا ما بدخلش. وبعدين ايه الريحه دي؟ ايه الريحه دي؟ طب بلاش، انا معايا برشامه مخبيها في الشراب، تضربها عشان تروقك. علمك بقى البرشامه دي ما بتطلعش غير لبيشو. يوه، برشامه ايه حضرتك؟ هتودينا في 60 داهيه؟ وبعدين ابعد بقى كده، مش طايق ريحتك، مش طايقك. طب بلاش، طب انا معايا سمسون تضربه ويخليه اخر دماغ بالصلاه على النبي. خد يا سيدي حضرتك، انا مش عايز ولا سمسون ولا برشامه، انا عايز حضرتك تبعد عني بقى. انت ايه يا عم؟ عفانه سعيد، عفانه عفانه سعيد، عفانه وفرحان قوي. طبعا لازم يبقى اسمك عفانه، يعني بريحتك دي هيبقى اسمك ايه؟ ياسمين ولا فله؟ وبعدين وحضرتك ما بتستحماش خالص يعني؟ استحمى؟ انا استحمى؟ انا لو استحميت اموت يا سيدي. ما تموت ولا تروح في 60 داهيه حتى، مش احسن ما انت ماشي كده عمال تموت في خلق الله؟ داهيه تاخدك بريحتك دي. اول مره نقوم بعمليه من غير ما نحضر لها. خليها على الله سعيد. على الله طبعا. عارف لما فريد بيه مستعجل وقال لك لازم تتم الليله دي، انا ما كنتش هخليك تطلع ابدا يا ميشو. ما تقلقش، سلام. خد، استنى يا ميشو، استنى يا ميشو. بقول لك ايه، انا عاوزك تخلي بالك من البنت اللي اسمها ساري. ليه؟ في حاجة؟ طلع الضابط شرطة. ايه؟ بتقول ايه؟ الواد بنبوري شافها بيمين بعد ما سابك في المديرية. طب ما يمكن واحدة شبهها. شبهها ايه يا جدع؟ أنا سألت واتأكدت إنها ضابط، ومش كده وبس. عارف الضابط فؤاد باشا؟ ابن عمها. رحت فين؟ طب تعرف كمان، ده ممكن قوي تكون هي اللي مدبره حكايه جنزير مع الظابط فؤاد. لا، موضوع جنزير ده شغل شيكو مدريد، انا عارفه. ماشي ماشي، عموما عاوزك تخلي بالك منها. ايوه، وابعد عن الحريم. ما انا ياما قلت لك ابعد عن الحريم. خلاص يا سيد، سلام. مع السلامه. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة ويكفيك شر الحريم. سيكا، انت فين يا سيكا؟ ايوه يا سمورتي. ربنا يخلي الحريم.
ايه حصل ايه؟ مش عارف يا ابني في ايه؟ في ايه؟ ايه مالك؟ خلاص خلاص يا دودي اهدى يا حبيبي. اهدى يا حبيبي بقى خلاص. بابا بابا قول لي في حاجة مهمة اتسرقت؟ الحمد لله انها كانت على قد كده. خدوا انتوا دودي واطلعوا فوق خليكم معايا لحد ما يهدى. حاضر يا بابا. يلا يلا يا دودي. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. هرب من الحنوش يا فندم. بلغتوا البوليس؟ حصل يا فندم مبلغ. كل مرة بتثبت لي ان مفيش زيك يا ميشو. يا باشا انا تحت امرك. لا 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 انا مبسوط قوي، دايما رافع راسي ومشرفني. اقول لك على حاجة، حبايبنا لما اقول لهم ان السي دي ده بقى معايا طالما بقى سعادتك اتبسطت قوي كده يبقى اكيد خلصت لي الطلب اللي انا طلبته منك. طبعا يا ميشو، الدوسيه ده فيه كل المعلومات اللي انت طلبتها. هو كلفني كتير قوي بس مش وصلت فيه. ألف شكر يا باشا. ما قلت ليش يا ميشو انت ازاي خرجت؟ مش كنت محبوس في المدرية؟ لا انت فيش حاجة بتستخبى عليك يا باشا. الله فريد الجندي. لا ابدا يا باشا، انا خدت منهم بس ساعة فسحة كده، قلت اخلص العملية وبعدين ابقى ارجع لهم بقى على الصبح. يا سلام. حلوة. ميشو انت ناوي تعمل ايه بالملفات ديت؟ باشا وانا كنت سألت سعادتك انت عايز السي دي ده ليه؟ شرير شرير يا ميشو بس بحبك. وانت كمان يا باشا. انا كمان ايه؟ بحبك. بالاذن بقى. وايه اللي اتسرق بالظبط من الخزنه حسين بيه؟ سي دي وبس، مفيش حاجه تانية. واضح اللي كان جاي يسرق كان عارف وعايز كويس قوي. اكيد طبعا. والسي دي ده كان عليه ايه؟ كان عليه معلومات مهمة جدا وملفات كانت تدين ناس كبار جدا في البلد، كنت ناوي اعرضها في جلسة في مجلس الشعب. يعني سيادتك بتتهم حد معين في تكبير حادث السرقة؟ ما عادش الوقت مهم اتهم مين، لانهم خلاص سرقوا السي دي. لكن انا مش هسكت، هجيب كل اللي ممكن يدينهم بعد كده. انا عرفت يا دودي كده من اخواتك ان انت شجاع كده وما بتخافش. طب قول يا دودي الحرامي اللي انت شفته شكله ايه؟ طب بص يا دودي انا مش هضغط عليك اكتر من كده، واول ما تحس انك عايز تتكلم كلمني وانا هاجي لك لغايه عندك. اتفقنا؟ كابوس يا شيكو. هو تجيلي في الكابوس ليه؟ وحشتني قلت اجي اشوفك. بس انت ما وحشتنيش وانا مش عاوز اشوفك، عاوز مين اللي يهمش؟ انا جاي اكمل العشرة يا شيكو وعكنن عليك. انت عارف بقى اني ببقى متضايق قوي لو عدى عليا يوم واحد بس من غير ما اكنن عليك. طب اديني يا عمار. العربيه اللي بره دي شكلها جديد وانا عارف انك عويم قديم، قلت اجي بقى اخدها معايا مشوار واسيبها لك في النيل.
عارف انت سؤال عن النيل. في النيل يا شيكو. سلام. يا كنت هتنسيني. كوتشينة جديدة عشان العشرة الجديدة يا شيكو. ده أكيد حلم. أكيد حلم.